السلام عليكم، كديرين؟ بخير. اليوم فيديو جديد. اليوم تهيت ندير الردردة وقلت علاش لا، تا بديتها وقلت علاش لا ما نشاركاش مع المتتبعين ديولي. كنبداو بسم الله على بركه الله، كنديروا العجينه. كلشي كيعرف العجينه المسمن اللي عاديه اللي فيها الدقيق وشويه الفينو والملحه، كتعجب المدافي وكترتاح شويه. من بعد كدير كويرات صغار، كتقرص كتقرصوها على شكل مسمن وكطيب بهذه الطريقه. هادي هي بهذه الطريقه بحال هكا، ما كيطيبوش مزيان حتى غادا تبخر. كنبقاو نقلبوا فيهم من الجويه بجوج حتى كتاخذ شويه واحد شويه تاع اللوين. على هذا الشكل طريقه سهله، كلشي كنظن كيعرف يدير المسمن. كيجو زوينين، شوفوا كيفاش جاو، جات المسمنه جات فروقه. من بعد ما نسالي كندوز للمرق. كنحتاج الدجاج على حسب افراد العائله، شويه البصله، كندير الزيت، كنضيف الملح، كنضيف الزنجبيل اللي هو سكينجبير، ابزار، كنضيف الخرقوم البلدي، كركم، ثم نضيف الكمون، ايضا مساخن، كميه من العدس والحلبه مغسولين ومنقين. نضع الكل فوق النار مع التحريك. ثم نضيف الماء الكافي ونتركها وندوز نقطع داك المسمن اللي طيبت على هذا الشكل، قطع رقيق. نشوف المرق، العدس طاب، الدجاج طاب، نضيف داك المسمن اللي قطعت في الكسكاس يتفور. من بعد نبدا نحل فيه على هذا الشكل، ردوا البال راه سخون، ونبدا نسقي المرق ديالي عادي. وكان هذا هو غداءنا تاع اليوم، كنتمنى يعجبكم وينال رضاكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.